الانطلاقات مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذا الأداء الجميل هنا في هذه المسيرة والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا هنا. المنطلق هو 12 في مجموع الأشواط في هذا الصباح. إذن شوطنا 12 بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نسير بهذا الانطلاق، نسير هنا إلى الصدارة، إلى المقدمة عند بن نايع هنا المتواجد أو هذا المنطلق بهذا التحدي هنا. هملول محمد بن سالم بن عبيد بن مردد من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتي الجوكر سالم بن حمد بن سليم لقتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي عجيب محمد بن مبارك أمرخان لقتبي. وصل توارى هنا، تقدم توارى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي لأحمد بن محمد بن كراز المهيري. بدأ يتوارى بهذا الانطلاق الجميل هنا توارى. هناك الوصول أيضا من سراب علي بن مطر بالساحر لقتبي من ينطلق هنا على المركز هذه اللحظات الخامس. وفي المركز السادس يأتينا مثير هنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي من ينطلق هنا ويتحدى على المركز السادس، بينما المركز السابع يأتينا العاصي عفاس بن صالح الكريبي المري المنطلق هنا والمتحدي لهذا الأداء على سابع المراكز. المركز الثامن فرحان أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي مع عزام بهذا الانطلاق والتحدي. يأتينا بفرحان بهذا الانطلاق. هناك الوصول هنا صخر وصل لافي بن حبيب الشمري من وصل هنا مع صخر بهذا الانطلاق الجميل والتحدي الجميل على تاسع المراكز. وفي المركز العاشر الوصول من نشوان محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي من يأتينا على المركز العاشر. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. وهناك هملول محمد بن سالم بن عبيد بن مردد من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني توارى على المركز الثاني. توارى هنا المتواجد أحمد بن محمد بن كراز المهيري المقدم لنا توارى بهذا الانطلاق ويأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الجوكر منطلق سالم بن حمد بن سري من اكتبي من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع سراب علي بن مطر بالساحر لكتبي مع سراب هنا المنطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يأتي عجيب لمحمد بن مبارك بن مرقان لكتبي مع عجيب على المركز الخامس. وفي المركز السادس والواصل العاصي هنا عفاس بن صالح الكريبي المري مع العاصي بهذا الانطلاق الجميل. المركز السابع صخر يأتينا لافي بن حبيب الشمري المنطلق هنا والمتحدي وصوله من نشوان محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي. وهنا يأتينا مثير بهذا الانطلاق عبد الله بن محمد بن عبد الله بالدبيلة من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. الوصول هناك من نايف محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات الجميلة. الوصول على عاشر المراكز من فرحان أحمد بن عبيد بن حميدان من يأتينا هنا بهذا الانطلاق الجميل.
نعود مشاهدينا الكرام الى الصدارة، نعود الى المقدمة والى المركز الاول، وهملول المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الاول. هملول محمد بن سالم بن عبيد بن مردد المنطلق على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق سراب علي بن مطر بالساحر لجتبي، وهناك الجوكر سالم بن حمد بن سريم لجتبي. من يأتينا على المركز الثالث؟ وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوان قادم ويتسلل رويدا رويدا، محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي، والوصول كذلك من عجيب محمد بن مبارك بن مرخان لجتبي. ويأتينا نايف بهذه الانطلاقة على سادس المراكز محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، وعلى المركز السابع توارى على المركز السابع هنا بهذا الانطلاق أحمد بن محمد بن كراز المهيري، صخر للافي بن حبيب بن فرق الشمري من الجانب الآخر، ولكن هنا الوصول من مثير بهذا الانطلاق والتحدي عبد الله بن محمد بن عبد الله الفلاسي، والوصول من ذيب، ذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. من ينطلق بهذه اللحظات بهذا الانطلاق والتحدي الجميل؟ يا سلام، تحديات وإثارة هنا بهذا الانطلاق الجميل، ولكن الصدارة، 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 والمقدمة والمركز الأول نشوان، نشوان من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة، نشوان من انطلق على صدارة هذا الشوط. محمد بن خاطر محمد بن خاطر بن هاشم الشامسي مع نشوان على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. نايف في المركز الثاني، نايف على ثاني المراكز محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري المنطلق على المركز الثاني، المركز الثالث ذيب، 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 الذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري. هناك يأتي سراب علي بن مطر بالساحر لجتبي، والوصول هنا شعار بن حميدان، أحمد بن عبيد بن حميدان مع فرحان، ومن الجانب الآخر بن سليم قادم هنا مع مقصص علي بن سالم بن علي بن سريم لجتبي، ولكن نايف، 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 وقدره نايف ما ينزل في الوطاء. وتشاهدونه يتسلل على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول هنا لمحمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. نايف بصدارة هذا الشوط يعلن الفوز والناموس. المركز الثاني وصل مثير، وصل مثير هنا أيضا يتسلل للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دبيلة، من يصل على المركز الثاني مع مثير، ولكن نايف، نايف سلام وتحية واحترام هنا لمرغم على هذا الأداء لمحمد بن مطر محمد بن حروي العامري. مثير في المركز الثاني لسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دبيلة، المركز الثالث الجوكر هنا أيضا المتقدم لسالم بن حمد بن سريم لكتبي. هناك نشوان محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي من وصل على المركز الرابع والخامس. هناك نعود مشاهدينا الكرام، هنا الصدارة اذا 9:33 جزء واحد من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل نايف لمحمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري. تهانينا وناموس على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب مثير من وصل على المركز الثاني هنا بهذا الانطلاق الجميل لسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دبيل الفلاسي 9:34 وفاء وتماما وكمالا. الجوكر كان من نصيب المركز الثالث، ونتأكد هنا ولحظة وصوله إلى خط النهاية لأنها كانت المنافسة قوية. نعم الجوكر من وصل لسالم بن حمد بن سليم الاكتبي 9:34، 6 من الأجزاء من الثانية.